طيب ال 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 نشوة ال أو خليني قبل نشوة الفوز، إيش سر العلاقة بينك وبين المدرب جروس؟ يعني علاقة فيها تكامل، أنت في عندك تقدير عالي لهذا المدرب، على عكس كثير من اللاعبين في نهاية الموسم هديت الفوز للمدرب قبل أي أحد إلا ما أكون مخطئ، بعد ذلك البقية يأتون. وإيش سر هذه العلاقة؟ أنا هديت الكأس الأخير يعني للمدرب بالبداية، وهديته للجماهير والعائلة وجماهير سوريا بشكل عام. لكن المدرب للأمانة يعني أنا كنت بالبداية متخوف، حتى بداية أول ما جيت النادي جلست مع الكابتن محمد شيلية قلت له إيش انطباع المدرب عني، لازم، لأن أنا مريت بتجربة بالقادسية مع مدرب جنني للأمانة يعني، فكنت متخوف أنا. لكن بشرني الكابتن محمد دائما، قال لي المدرب يعني شاف سيفيك كامل يعني مبسوط منه كثير، وقال انه هذا اللاعب راح يفيدنا كثير. طلعت مع الكابتن مؤتمر صحفي كان بالنادي، فمن ضمن المؤتمر تكلم انه اشكر ان اداره نادي الاهلي انه جابونا لاعب مثل عمر. فانا هون ارتحت كثير، الثقه اللي اعطاني اياها المدرب هي سبب رئيسي من بعد توفيق رب العالمين يعني بتالقي بالملعب. كان دائما يعني احيانا صرت اشتهي انه ينتقدني مدرب للأمانة يعني، لكن الحمد لله رب العالمين كنت دائما يعني بالمباراة أكون إيجابي وأطبق أي شيء يطلبه من المدرب. غير فيك شيء المدرب في أدائك؟ والله دائما أكيد يعني أعطاني نصائح يعني، بعض التوجيهات داخل الصندوق كان كثير له يعني توجيهات خاصة داخل الصندوق، استفدت منها كثير وقدرت أني أترجمها بالملعب يعني. مدرب القادسية كيف كان يجننك؟ أحساس لو في مدرب جديد؟ الكابتن رادان يعني أول ما جيت القادسية أنا ما كان بده ياني يعني للأمانة. الأستاذ فواز الحساوي أصر أني أنا أكون موجود بنادي القادسية، والجمهور ساعدني للأمانة، الجمهور وقف معي، فكان دائما يعني بالتمرين يصرخ، مرة طردني من التمرين، ما كان يلعبني، إذا يلعبني دائما يسحبني أنا الأول، أكون مسجل ماني مسجل، فعانيت كثير مع الأمانة. فأنا كنت متخوف إنه من الكابتن حتى بعد ما كان أدائك مميز عند القادسية نفس الأداء نفس الشيء بالضبط يعني. هو أنا هذا اللي كان يعني أكثر شيء اللي كان زعجني، إنه أنا قاعد أأدي بالملعب وأسجل ومنتظم بالتمرين وملتزم بكل شيء، فماني عارف ليش الصد كان بيني وبينه يعني. انت طبعا كنت متابع للدوري السعودي، لكن لما دخلت فيه توقعت هذا، ما اقول ردة الفعل عندك، لكن بشكل عام توقعت هذا الزخم، هذا الكم من الصحافة، من الاهتمام، من التفاعل في تويتر، من انستغرام، سناب شات، توقعت هذا؟ والله الأمانة يعني التويتر وانستغرام والجماهير هذا الشيء واضح كان موجود، لكن الإعلام كان قوي كثير يختلف عن الكويت. انت عارف في فرق كبير يعني. تتابع البرامج الرياضية؟ اي كنت اتابع عن اكثر شيء يعني الامانه صد الملاعب واكشن يا دوري. اي يعني مو بشكل يومي كنت اتابع انا، لكن الاعلام قوي للامانه بالمملكه خاصه من ناحيه الدوري، تفاجات فيه يعني. بس يقول لك يعني اللي ماشي النظام ما يخاف من شيء. أنا الحمد لله يعني ما كنت لا ضد حدا ولا أتكلم على حدا ولا إيش. أزعجتك أحيانا الصحافة السعودية؟ شعرت إنه أحد فبرك عليك، ما تعاملوا معك مهنيا كويس؟ والله الأمانة لا يعني ما أذكر شفت يعني بالمواقع التواصل الاجتماعي أو بالصحف إنه في شيء مبالغ فيه أو شيء مو صحيح، دائما يعني الصحافة تتكلم الشيء اللي موجود. ترتاح انت احيانا في الكويت على اساس يخف عليك ضغط الجمهور احيانا في الاجازات؟ مو ضغط الجمهور، لكن انا يعني جلست 3 سنوات بالكويت، ومثل ما يقولون تفتحت بالكويت. انا جيت عمر 20 سنه، حبيت الكويت، وزوجتي يعني مقيمه بالكويت وعايشه بالكويت، فدائما اي اجازه كنت اروح الكويت. والصحيح انك تطلع احيانا متنكر في جده خوفا من الجمهور؟ بصراحه احيانا طلعت مره او مرتين. كيف؟ مرة لبست قطرة وعقال ونظارات، يعني أمي ما عرفتني وعرفوني الجمهور. صادوك يعني؟ صادوني والله. مرة طلعت يعني لابس باقية وحاط السماعات، يعني ما نعرف لو عرفوني. في أماكن في جدة معينة تحبها ترتادها دائم؟
والله دائما اروح اتمشى يعني برد سمول، اروح الكورنيش، ابحر اكثر شيء يعني، لكن اغلب الاوقات بالبيت يعني مع اخواني واولاد عمي. اي الوالد له تاثير في اهتمامك بالكره؟ انا شفت له لقاء بعد التتويج خاطف على برو سبورت ام بي سي، وكان الحقيقه يعني لقاء حلو طبيعي، وكنا نتمنى اليوم يكون معنا لكن بحكم انه في جده ومع رمضان كان صعب. كيف كان تاثير الوالد عليك؟ والله الوالد والوالده والعائله بالكامل يعني، الجو اللي كان موفرين لي اياه بالبيت يعني الامانه حتى كان سبب توفيق من بعد رب العالمين. دائما الوالد متابع بشكل مو طبيعي يعني للرياضه من ايام سوريا يعني، مو شيء جديد. فكان دائما الوالد يعني قبل المباراه ويعني حتى بليله المباراه لما اكون بالفندق دائما اكلمه ويكلمني ايش صار، ايش تكلموا عنك اليوم بالاكشن يا دوري بصدى الملاعب، بكره لازم تجتهد، شغلات يعني كثيره يعني كان الوالد متابع كثير طبعا. واخوي عبد الله حتى نفس الشيء دائما يقدم لي النصائح، والوالده يعني الوالده يمكن تشيل همك اكثر يعني، تتعب كثير بالمباراه يعني تنضغط كثير للامانه يعني بعد كل مباراه اجي لي قيوم دائما اول ما ادخل اقول ايش صار اليوم مع امي، دائما يرتفع ضغطها ويصير معها مشاكل كثيره يعني. بس الحين خليتهم كلهم اهلاويه خلاص؟ اي الحمد لله يعني كلهم حاليا. هم عمر وين ما يروح؟ لا والله الامانه النادي الاهلي يعني ينحب كثير، جماهيره تنحب يعني، خاصه اخوي عبد الله يعني كثير تولع يعني بالنادي.